الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده زي ما بقول لك كده، انا مرت اخوكي الله يرحمه، يعني ليا ورث وعايزاه. وانا بقول انك مالكيش اي حاجه عندي. والله؟ اه والله. هقول لك حاجه، لو مش عاجبك روحي ارفعي قضيه لو تقدري. انت عارفه اني ما هقدرش اعمل كده. هو انت ليه يا ناديه دايما بتخلقي مشاكل بيني وبينك؟ وانت ليه رميتيني مع زينات؟ انا رميتك؟ انا عملت كده بس عشان احميكي من السجن. واللي عملته زينات؟ اخص عليكي بقى بجد. زينات انا جبتها لحد عندك عشان تشوف طلباتك، في ايه تاني؟ وشركه مهدي وفلوسه. هو انا ما قلتلكيش بجد؟ مش مهدي طلع مفلس؟ لا والله. اه والله. يو يا شيخه، بقى انت عايزاني يا فتح عادل في حاجه زي كده؟ يا خبر، ده كان يموتني. هو برضو اللي بيموت. بص انا مش هكدب عليك، يعني بعد ما جيتي ورميتي الكلمتين دول في وشه هو صدقك وشك فيا، بس انا عرفت بطريقتي اخليه يصدقني انا واشيلي الكلام ده خالص من دماغه. كلتيه يعني؟ عيب على فكره. طب انا ما هسيبش بيت جوزي الله يرحمه. هو انا ما قلتلكيش مش البوليس بيدور عليكي؟ ولو اي حد راح قاله ان هو شافك هجيبك من قفاكي؟ ده غير حاجه مهمه قوي. انا بجد ما بحبش حد يقعد معايا في البيت، احب كده اقعد براحتي. بيتك يا حبيبتي اولى بيكي، يلا عشان ما تاخريش. بقول لك ايه يا كبريه يا اختي؟ ما هو مش كده اعمل لك لقمه تتقوتي بيها؟ لا يا اختي، ليش نفس قدراش قدراش؟ حته جبنه قريش كده ولا حاجه؟ قريش؟ طيب وماله يا اختي؟ حته جبنه قريش، حته زفر، حته رقاق، حته لحمه ضاني، حاجه خفيفه يعني. يا لهوي، حته ضاني ولا حته بتاع دي خفيفه؟ لا انا هذبح لك دكر بط واعمل لك شربته كده تشربيها وتاكلي حته صغيره، ايوه عشان تقدري تقفي وتسلبي طولك. جبنه قريش قال. طب يا اختي اه. مروان جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا اخويا تعالى. يا امك الف سلام عليك. ايه؟ اسكت يا اخويا، دي كانت بتفرفر مني كده، كانت بتموت، روحها كانت هتطلع على الاخر. اه والله لولا حبيبتي يا اختي حبيبه قلبي امره الامراء دي، دي ربنا بعتها عشان تنجدني. اه والله. مين يما؟ اها امك كريمه، ملاك ملاك ماشي على الارض يا عالم. اما مين؟ اما كريمه. ما تاخدش في بالك السخونيه بتعمل اكتر من كده. كويس ان ابنك جه عشان ياكل معانا لقمه، ايه رايك يا مروان؟ يا سلام، هو انا طول اكل يعني من يد مرت عمي الورده البيضه بتاعتنا. اما كريمي نعمان جبريه حتموتني، خلي بالك. اما كريمي هي. بقول لك ايه يا اما؟ اه انا عايزك تيجي تقعدي عندي في البيت. لا يا اخوي، سيبش مكاني ولا بيتي ابدا انا. لما بعد اللي حصل اقلق عليكي. تقلقش، ابوك وعمك حواليا طول الوقت في البيت بيرعوني وبيسلوني. وبعدين تعوز نسيب بيتي لدي مكسوفة الرقبة كريمة؟ قاعد لوحدك يعني؟ غريبة؟ اه غريبة. انت بالذات يا حسن ما بتحبش تقعد لوحدك، ما بتحبش الوحدة. طب كويس والله انك لسه واخدة بالك. قولي يا ريتال كنت عايزة ايه؟ لا خلاص بقى، شكلك مش طايق نفسك ومش عايز تسمع اي حد. لا انا كويس، قولي.
كنت عايزه انزل مصر. ليه؟ كنت بتكلم مع شهد من شويه وكانت عايزاني في حاجه مهمه. وانا ما عنديش مانع. طيب انا كنت عايزاك في حاجه تانية بس مش عايزاك تهب فيا. يبقى بلاش، عشان شكلها حاجه هتخليني اهب فيك. لا انا شايفه ان هي حاجه عاديه خالص. اللي هي يا ريتال مش عوايدك يعني تبقى مش على بعضك. مروان هيدي لكل واحد حقه، وشهد قالت لا بس انا عايزه حقي. وماله؟ هتكلموا يعني؟ في ايه؟ فلوسي. اه حاضر، جوي جوي. بكره الصبح من بدري هروح اتكلم معاه. لو عايزه تيجي معايا تعالي، ولا هتروحي لاختك بدري؟ هو انت بتاخدني على قد عقلي ولا ايه؟ بقول لك يا ريتال، قومي نامي وتغطي كويس، عشان انت هتسافري بكره بدري لاختك، ويا ريت لو تيجي بيها معاكي. شكلي كلامي مش جاي على هواك، وشكلك انت كمان مش هتاخد حقك يا حسن. بقول لك يا ريتال، كان في حاجة كده عايز أعرفها منك. قول يا حسن، هجاوبك، مش هعمل زيك. متأكدة؟ آه متأكدة. أنت اللي خطفت عبد الحكيم؟ خدت الواد وديتيه لصوفة، مش كده؟ أنا مش هرد عليك. ريتال، ريتال، مالك؟ تعالي تعالي تعالي، قومي روحي، تعالي، دي حكايتك. أنا مالك؟ تعالي تعالي ريتال، مالك؟ تعالي اطلعي. كويسة؟ كويسة يا حسن. أجيب لك دكتور؟ لا لا مش مستاهلة خالص. مالها دي كمان يا سي حسن؟ آه ما أنت سايبني طول الليل والنهار مع ابنك اللي عمال يزن ده، كان ناقصني يا رب ابن الخدامين كمان. ارتاح أنت دلوقتي. ما تسيبنيش وتمشي. عايزة إيه يا المسا؟ عايزة أتكلم معاك. نعم. عايزة امشي من هنا واقعد مع ريم. لا. يبقى طلعني. ماليش مزاج. يا سلام. اه ماليش مزاج. اصل انت هنا يا لبنى عشان انا عايزك تبقي هنا، وريم بتاعتك دي مش هتعمل غير اللي انا بقوله. بصراحة كده انا سايبك تزعجي وتعمل الشويتين دول عشان بقول في عقلي بالي انك عيلة مش فاهمة حاجة، أقول بكرة تتعلم كيف تتعامل مع سيدها. سيدي؟ أيوة سيدك. ما أصل أنا بعتبرك جارية عندي. قدامي